اللهم بلغنا رمضان بلوغا بيغير حالنا إلى أحسن، ويهذب نفوسنا ويطهر قلوبنا بلوغ الرحمة ومغفرة وعتق من النار. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناة مطبخ جميلة دراما مع فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. من ضمن الوصفات الرمضانية اللي يمكن ليها تنوعي بها المائدة الرمضانية ديالتك، غادي نشارك معكم اليوم بميني بيتزا، وهي بالمول العجيب اللي كتجي رائعة وسهلة سهلة سهلة بزاف للتحضير. كنتمنى تعجبكم وتجربوها وتنوعوا بها المائدة ديالتكم. كنشكركم على اللايك ديالكم، على الاشتراكات ديالكم، على التعليقات ديالكم الزوينين، وما تنساوش ليا الدعم ديالكم. ودابا غادي ندوزو باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غنبداو بسم الله على بركة الله باستعراض المقادير. بالنسبة لهذه الوصفة هذه غادي نوجدو العجين ديال الميني بيتزا، وغنحتاجو لهاد الليمول ديال المول العجيب. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو جوج ديال البيضات. انا ما حدي كنهضر وغادي نخدم في نفس الوقت نخدم الوصفة. كنحتاجو جوج ديال البيضات، غادي نحتاجو واحد نص معلقة ديال الملح، غادي نحتاجو واحد المعلقة صغيرة ديال السكر، غادي نحتاجو نص كاس ديال زيت العود، يعني زيت البلدية، زيت الزيتون، غنحتاجو كاس ديال الحليب العبارة بكاس العنبة، غادي نحتاجو كاس ديال دانون طبيعي يعني بدون سكر، غادي نحتاجو واحد شويه ديال الزعتر كيكون مطحون. بالنسبه للثومه، البودره ديال الثوم وبودره ديال البصله، غادي نديرو ربع معلقه ربع معلقه بحال هكا، معلقه صغيره كنديرو الراس ديالها، وكتوفي شويه بحال هكا، تقريبا شي نص معلقه نص معلقه ما بين البودره ديال البصله وبودره الثوم. غادي نحتاجو واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات، غادي نحاول نحرك هاد العناصر مزيان بالدراب عادي يدوي بحال هاكا حتى كتجانس لينا مزيان. عاد غادي نضيف العناصر المتبقية، بالنسبه للدقيق غادي نحتاجو جوج ديال الكيسان. غادي نعملو اول حاجه بعد الكاس الاول، ونحملو كيس ديال الخميره الحلويات، صافي، ونحاول نحرك هاد العناصر مزيان بحال هكا. غادي نضيف الكاس الثاني، صافي، ونحرك بالدراب مزيان حتى كتجانس لينا العناصر مع بعضها. Thank you.
صافي كنحاولوا نحركوا مزيان. صافي هالخليط ديالنا واجد، غادي نجيبوا الليمون ديالنا غنحاولوا ندهنوه بالزبده ونرشوهم بشويه الدقيق باش ما يتلصقوش لينا هاد العجين هذا. حاولي دهنيهم مزيان بالزبده، لما دهنتيهمش غادي يلصقوا لك تلصق لك العجين وتلصق لك الحشو اللي غادي ديري فيه. صافي غندهنهم مزيان بالزبده كلهم بحال هكا، ونحاول نعمل فيهم الدقيق بحال هكا، نرشو مزيان بالدقيق. صافي من وجدوا لينا كنحاول نعمل فيهم الخليط ديالنا بحال هكا. تقريبا انا عطوني 10 ديال الميني بيتزا. حاولي الليمون بزاف، ما تعمريهمش بزاف وما تقليش منهم العجينه باش كتجيك العجينه متساويه فيهم. صافي الليمون ديالنا ها هما واجدين، غادي نعملهم في اللاطه ديال الفرن بحال هكا. كنحاولوا نضربهم بحال هكا باش يتقاد لينا المستوى ديال العجين بحال هكا. صافي غادي نعمل العجين ديالي في الليمون ديالنا في الفرن، ومن غادي يطابوا لينا غادي نشارك معكم الشكل ديالهم كي كيجي. بعد ما طابوا لي كما لاحظتوا معايا مباشره بعد ما كنجبدهم من الفرن، كنحاول نحيدهم الليمون، كنعاولوا بواحد السكين باش ما كي هذا هما دغيا كيتحيدوا، ما كتمحني معاهم ما والو. ها نتوما دغيا حيت عا كتهزيهم بالسكين كيتهزوا لك، ما كيتلصقوا ما حتى حاجه. صافي ها هما بديت نحيتهم، حيت شي ثلاثه، دابا باقي ليا الليمون الاخرين. صافي بعد ما حيتهم خليتهم حتى بردوا ليا، وجدت انا الحشو ديالي اللي غادي نعمر به هاد الميني بيتزا. بالنسبه للحشو احتاجيت شويه ديال الصلصه ديال الطوماط، واحتاجيت شويه ديال الفلفله مشويه ما بين فلفله حمراء وفلفله خضراء، والفخوماج، وزينت بواحد الزيتون اسود. كنحاولوا نعملوا طوماط في القاع ديال الميني بيتزا، وكنعمل الفخوماج اللي انا درت الموتزاريلا ودرت الفرماج الاحمر خلطتهم مع بعضياتهم. كنعملوا الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر راني شاويه، كنشويه فوق البوطه وكنغسلو وكنزين به بحال هكا. كنعملو شويه الطون، انا نسيت الطون هو اللي غادي نكمل به التزيين ديال هاد الميني بيتزا. ها هو، ثقوا بيا كيجي رائع. هاد الميني بيتزا كتجي فنه وكتجي رائعه ولذيذه، وماشي شي حاجه صعيبه دغيا كتوجد لك. صافي وغادي نعمل الفخوماج من الفوق بحال هكا، وغادي نزين بالزيتون الاسود على هذا الشكل بحال هكا. صافي ها هي واجده عندي. غادي نمشي على هذا المنوال حتى نكمل الميني بيتزا ديالتي كامله على هذا الشكل اللي زينت معاكم اول ميني بيتزا. غنمشي على هذا المنوال وغادي نوجد البلا ديالي ديال الميني بيتزا. كنتمنى تجربوا هاد الميني بيتزا لانها رائعه وزوينه، وغادي تنوع المائده الرمضانيه ديالتكم، وغتعطيكم شكل جديد بالنسبه للبيتزا. ثقوا بيا راه غادي تعجبكم وغادي تعجب الوليدات ديالكم. عملوها وغادي تجيكم غزاله، ما غاديش تندموا عليها لانها مش كطلبش وقت كتير، ما كطلبش مقادير كثيره، غير دغيا كتصوب، ما كتحتاج شي مجهود. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير، وكنشكركم على لي لايك ديالكم، على التعليقات ديالكم الزوينين اللي كتزيدني الدعم وكتزيدني تحفيز. وكنتمنى يكون التفاعل ديالكم اكثر من هذا، لان كيبان لي بان التفاعل قليل. وكنقول لكم شكرا شكرا بزاف على الناس اللي باقين مدعميني وعلى الناس اللي متابعيني، كنشكرهم بزاف. وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. وهالشكل ديال الميني بيتزا بعد ما قدمتها كنتمنى تجربوها لانها اكثر من رائعه. وكنقول لكم السلام عليكم
إلى فيديو آخر إن شاء الله.